كده وهيسجل صوته بس، ها، عشان لو خد، لو صوته هنا اعلى من هناك ضعيف. ما قلت لك، بس انت لو هتطلع بس مباشر يبقى انت تشيل هارد. لا مش هطلع بس مباشر، خلينا كده وبعد كده نبقى نشوف ال... اتصل بيه. المطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم واحد المفروض ان احنا لإرسال بيه دلوقتي كول. فين؟ المطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم واحد لإرسال ميني كول. الساعة 3:30 بالظبط. رقم المطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم واحد لإرسال ميني كول. يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. نطلع مسجل، نطلع بس هوا. ها احمد، ايه رايك نطلع بس هوا؟ ما بيردش، ما بيردش. ماشي خلاص، ما فيش مشكلة، نستناه، نستنى التليفون بتاعه مغلق. ما المطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم واحد لإرسال ميني كول. طفي الأنوار، ربنا ما ي... حلو الهدوء ده، تصدق كده نور الشاشة اللي ضارب. الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح، يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق إضافة نجمة قبل الرقم وإعادة الاتصال. صدق نطفي. حلو الجو الرومانسي ده. حلو الجو الرومانسي ده. خليهم بقى، خلي خليهم ما نشوف آخره. ممكن يقول لك انت اسكندريه بس مباشر وانت قايل لك مش عارف. يتحجج قصدك. ودول سبحان الله، يعني يا اخي مش عارف، انا الواحد مش عارف، انا الشيعي يتشيع من هنا ويتعلم الكذب من هنا. يعني الراجل، يعني عايز اقول لك لما اتصل بيا، يعني بص بقى مسكين وعامل زي القطه الغلبانه ومش عارف ايه والحكايه والروايه، وبعدين تفاجأت بيه امبارح، وشير صوري لو سمحت ومش عارف ايه، اتفاجأ بيه امبارح دمرت اهل السنه. دمرت ايه يا عم؟ ده انت طلعت مضحكه للناس، سبحان الله. لا والغريب ايه، يعني مثلا انت دلوقتي المفروض ان انت انسان محترم، خلاص كده، ليه تختار لي صوره بالوضع ده وتحطها؟ هي لان سببين، يا اما انت مقهور داخليا واخد لي بالك، او بتحاول تنرفزني عشان تنهي المناظره،
وإلا مش هو اللي طلب. أنا يعني أنا سبحان الله هيجنوني، يعني أنا إزاي أنت طالب مني ومعلش ولو سمحت عشان ما تأذاش وعشان مش عارف إيه والحكاية. وأنا أخدت برضو الكلام وقلت له ما فيش مشكلة، أنا هحذف الصور وتعهدت، أنا حتى في الكتابات ترقفت بيه والله العظيم. يجي هو بقى حاجة غريبة، يعني سبحان الله، يعني حاجة غريبة يعني، ما لا 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 ده فكر الشيعة، وبعدين يحط لي صورة بالشكل ده. طب انت عايز ايه يعني؟ بتنافذني؟ طب يعني لا، وبعدين كذاب ويقعد يقول لك ايه، طب انا خلاص هشيل الحاجات اللي انا كنت كاتب فيها مزور ايميلات، وادخل الاقيه برضه نفس الصورة هي هي والحاجة هي هي. يا اخي انا سبحان الله بالكذب، حتى في المناظرة كل ما تيجي تسأله وتقول له اي حاجة يقول لك لا، وبعدين بيكذب. يعني هو احنا مش امبارح احنا قطعنا المناظره مرتين وسجلناه من جديد بسبب الصوت عنده، بسبب الصوت عنده، وكل شويه يقول لي معلش اصل انا هتحرك طيب من هنا وهتحرك من هنا، طيب انا هروح الحته ديت يمكن فيها شبكه اكبر مش عارف ايه حاجه. سبحان الله غريبه يعني. بالله عليك يا احمد يبقى اديني الحته ديت لما بنقول سجلها لوحديها، يعني انت شلت وحطيت تقريبا او انت ايوه ما هتلاقيها هنا على الهارد، موجوده على الهارد سبحان الله. ويجي يقول للناس خفض الصوت ومش خفض الصوت. طب لو انا خفضت الصوت زي ما انت بتدعي، طب ما انت يبقى انت خفضت الصوت عندك. طب ما انا صوتي عندي، صوته عندي يعني صوتي عنده بيقطع، طب بيقطع ليه؟ اذا الشبكه هي اللي فيها مشكله، يبقى الشبكه عندك انت مش عندي انا. حاجة غريبة يعني، الناس بتبيع كذب، كذب صريح يعني، كذب صريح. وهو قال لك امبارح في نفس اليوم النهاردة انت بقى منتظر دلوقتي ان انت استنيته الساعة كام دلوقتي وتليفونه غير متاح؟ لا استنوه شوية، والله انا استنى شوية والتليفون بتاعه غير متاح. يعني حاجة غريبة يعني سبحان الله، يعني الناس دي انا مش عارف انا بصراحة يعني. مطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1 لارسال ميني كول. تخيل انت بقى لو انا اللي اتاخرت شويه او ما جيتش ولا حاجه. لا انا بستغرب يعني، انت المفروض انسان بتقول انا محترم وانا كذا وكذا 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 وخلاص نتعامل بعد كده باحترام ومش عارف ايه، ده انا لما اخترت لك صوره اخترت لك صوره بالقناع بتاعك وحطيتها وخلاص، يعني صوره يعني ما اخترت لكش صوره مثلا عامله كده ولا عامله كده ولا بسم الله الواحد يعني ما هو ممكن اعرف في فيدباك عادي ايه عادي، ما يلعب في وش البخت. لا حاجه غريبه يعني، ما بحبش ايه، احبش انا ايه، احب اختار الصور ما تبقاش ايه يعني. لا هو بص مختار لي صوره، مختار لي صوره عامله ازاي يعني، عارف انت الصوره اللي هي بقى ايه بتاعت الحركات، يعني انا مثلا بعمل كده راجع مختارها لي بعمل ايه ده، يعني حاجه غريبه سبحانك يا ربي. ولا الكذب يقول لك الصوت، وهو اصلا قطعنا المناظره مرتين وعدناه عشان الصوت. هو عشان خسران بس، وحس بيه، حس بيه يمتو فهمني؟ اكيد طبعا اكيد. لا وغير التعليقات بيبقى ما بينهم وما بين بعض، لا وفي التعليقات هو ما يسيبوش شيعة مثلا ابو لا الشيعة معاهم معاهم عليهم عليهم. لا والله تلاقي الشيعة الله مستعان. ده اللي دخل لك امبارح بيقول لك ده مش عارف ما هو شيء بس مش عارف يقول له حسن نحن صح الفيديو ده انا عايزه موجود عايزين ننزله. والمبتدئ البيت مراته والله ربنا يبارك فيك، عايزين ننزله. احنا نستنى 5 دقايق كمان ما جاش هنعلن هروبه. هو بقى يطلع يقول لك اتأخرت معلش حصل مش عارف ايه حصل، براحته بقى. يا اخي غريب والله العظيم، يعني انا يعني عارف انت. لا وكمان ايه يعني سبحان الله، يجي يقول لك نحن نتبع العترة. طب مين هم العترة؟ يقول لك المعصومين. طب يا عم استشهد بكلام المعصوم؟ لا اصل انا بستشهد بالقران. طب انت هتفهم القران ولا المعصوم؟ زي المساوي اللي انت بتقدمه بالظبط، يعني انت اللي هتفهم القران ولا المعصوم؟ سالته سؤال وقلت له دلوقتي المعصوم عندك في الروايه دي بيتكلم عن امامه ابراهيم ولا بيتكلم عن امامه علي بن ابي طالب؟ هرب منها. طب الظالمين سيدنا ادم لما اكل الشجر اصبح من الظالمين؟ قال لك مش محضر. كل ما تيجي تساله سؤال يقول لك انا مش محضره.
سبحان الله. يعني طب الإمامة دي هي إيه؟ يقول لك القدوة القيادة، جميل قوي. طيب الرسول هل كان قائدا وقدوة؟ الكعب ما يعرفش يرد. يعني أنا مش عارف الناس دي بتتشيع إزاي. يعني أنا والله العظيم أنا بستغرب. مرض، هو فعلا مرض، تحس إن في مرض، تحس إن في مرض. واحد مثلا والبني آدم ده عنده مرض الشهرة، يعني عنده مرض الشهرة، وممكن يكون أصلا بيستغلنا عشان يشتهر، خلي بالك. بس انا هو دخل عليا وعمل زي المسكين، وعم بنزل انا للناس المقاطع من البتاع دوت، من المكالمه بتاعته، وخلي بالك عامل زي المسكين ومعلش ومش عارف ايه وخلاص والحكايه الحاجه والله فعلا مرض، مرض مرض مرض، ربنا عافينا منه، مرض مرض. وسبحان الله حتى يعني حتى كمان المصري لما بيتشيع بيتعلم اللف والدوران، ما يجيلكش من طريق معروف، مع ان احنا عندنا معروفين بالصراحة بدغري على طول، لا يتعلم برضو اللف والدوران لان عقيدته ضعيفة. يعني ده احنا لسه كمان ما دخلناش، يعني انت عايز تستدل في الاخر بالآية دي على ايه؟ على امامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طب تعالى بقى، يعني ده لسه المشوار طويل سبحان الله. ولكن اهو مفيش والله مفيش اي حاجة، فيش أي حاجة من يعني ولا أنا فراغ، فراغ أي كلمة مثلا فيها إمام يبقى فراغ، وتلزمه بكلام المعصوم يهرب منه. طب أنت جاي ليه؟ أمال بتقعد كل شوية تتشدق لي. ولا واللي ضحكني إن هو قبل أصلا المناظرة دي كان كل شوية أتحداك يا وليد إسماعيل، أتحداك يا وليد إسماعيل، أتحداك يا وليد إسماعيل. وكان في مكالمة بس ما سجلتهاش في البيت عندي. كان في مكالمة في البيت عندي. هو عارف غير هو عقله ضيق عشان كده دخل التشيع. والله بيبقى عقله ضيق. فلما مثلا تخيل مثلا واحد عقله ضيق كده ويلاقي مثلا عنده فكره، فالفكره دي هو بيشوفها حاجه كبيره. اصلا بالظبط لما بيصطدم بقى بالواقع اصلا بتفهم، مش هتخش انت في الحته دي. لا غريب. يعني انت لو انت عقلك كبير مش هتخش. انت تعرف يا احمد انا لما اتصل بيا في البيت، كنت انا في البيت وتصعمل معايا اتصال، فالمهم بقول له يا ابني راعي فرق الخبره وفرق بتاع، يقول لي لا خبره ايه يعني، لو بالخبره بقى في ناس اكتر من الخبره، لو بالعلم في ناس. قلت له وفوق كل ذي علم عليم، بس انت الايه اللي انت هتقولها ديت يعني الحمد لله رب العالمين ناقشتها عشرات المرات. لا وقعد يصمم الحكايه والروايه. بعد المناظرة يقول لك ايه، واحد 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 وعنده 21 سنة وواحد عنده. طب ما انت يا عم الحاج اللي كنت انت بتعافر وبت الله المستعان. تعبانين والله نفسيا الناس دي يعني. والله العائل فيهم هو اللي بيهتدي وربنا بينوره طبعا. سبحان الله. شفت الاخت اللي اهتدت؟ اهتدت من ايه؟ عشان خاطر بتدور على ايه الحسين، على حديث الحسين. يعني تفاجأت الحسين، الحسين رضي الله عنه وارضاه طبعا، الحسين الحسين الحسين، وفجأة ما تلاقيش احاديث للحسين. الرسول 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 وما تلاقيش احاديث للرسول. احنا اللي احنا نعرفه ده، هو الناس بيقولوا عنه يعني، ما هو ما قالش حاجه. غريب يعني، حاجه غريبه. مش هنلتزم بعقيدته خلاص. لا وبعدين ايه، بص الحسين المفروض مثلا هنقوله مثلا ايه، الحسين رضي الله عنه ارضاه، هنقوله مثلا علم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 100,000 حديث مثلا، 50,000 100,000 200,000 مش هتفرق الرقم، تمام. فالمفروض ان الحسين بيعلمهم لمين؟ بيعلمهم لعلي بن الحسين اللي هو اللي بعده، تمام. طب ازاي الحسين رضي الله عنه ارضاه هيعلمهم لعلي بن الحسين وفي النهايه ما فيش احاديث للحسين؟ يعني هو حتى ما شبع يعني، عارف انت يعني مثلا ما فيش ناس على عصر الحسين كتبته دونته؟ يعني هو الحسين ما كانش بيتكلم مثلا، ما كانش بيقول حاجه؟ المفروض في تدوين على الاقل. طب التدوين ده المفروض مثلا نقول ايه، متنطور هنا ومتنطور هنا ومع دوت ومع دوت ومع دوت ومع دوت، يعني ما ينفعش اصلا، ما ينفعش ان علي بن الحسين هو فقط اللي ينقل عن الحسين. انت فاهمني قصدي ايه؟ ما ينفعش ان هو ينقل عن هو فقط. طب والا طب ما هو موجود حديث علي بن ابي طالب، ليه ما عملوش كده؟ ايه لو قلنا فقط علي بن الحسين هو من ينقل عن الحسين، يبقى اذا فقط الحسين والحسن هم من ينقلوا عن علي بن ابي طالب فقط، صح كده؟ يبقى المفروض برضو ان علي بن ابي طالب ما يكونش ليه احاديث. طيب جميل قوي. ليه طب انتوا رويتوا بقى عن علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، وليه رويتوا عن الرضا، وليه رويتوا عن الباقر وما رويتوش عن الحسين؟ ولا برضو في تقصير من اصحاب الحسين؟ لا الحسين يعني بيقول حاجات مش مجامة زي بالظبط عندهم
اللي هو لا تخمشي على اه يا زينب. ما ده كان اه خلاص بالظبط. لا لا ده لا لا ينفع عقيدتهم. لا لا لا، هيتكلموا لي بقى هتصل بيه دلوقتي الساعة 4:15. رقم المطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم 1 لإرسال نعم. ميني كول. صهر، فعايز انت تتخيل انت يعني مثلا، وبعدين يجي قارنك امامة. طيب يا سيدي، سيدنا ابراهيم نزلت فيه آية بالإمام، هل نزلت في علي بن ابي طالب بالإمامة؟ طيب نسأل سؤال تاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب علي بأنه إمام؟ من أين أتى بالإمام؟ وعلى انا هي هو برضك انا هي في كلمه عندي انا بقالي كام مره اقولها لك، هي الناس كانت تعلم بعلم علي ولا لا؟ بعلم غايب وبعلم ايوه هم كانوا يعرفوا هو مين، ولا زي ما هو بيقول الشعر ما يعرفوش. لا ما يعرفوش، جابوها منين بقى؟ ايوه جابوها منين؟ معلش هو لو عنده علم مش مستني يوليه الرسول، الرسول مش هيوليه، صحيح الناس هي اللي هو اللي هو اقدر بيها علي خلاص. علي رضي الله عنه وارضاه، هو علم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه موجود، واخد بالك؟ ما لا لكن احنا بنتكلم عن الخلافه، يعني أيوة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ اعلم الامه بالحلال والحرام معاذ. ولكن هل عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات يبقى خلاص لازم معاذ هو الذي يتولى مثلا؟ لا ما ينفعش، القصه مش كده. ده انا تحديتهم، انت فاكر الحلقه اللي تحديتهم فيها؟ قلت لهم من حضر غدير خم هم مين؟ العباس والحسن والحسين وفاطمة، تمام، والمقداد وأبي ذر وعمار وسلمان. هل دول فهموا من غدير خم أنها ولاية؟ محدش منهم قدر يجاوب ولا يجيبوا جواب واحد. وعلى فكرة يعني أنت عشان تبقى فاهم، كل اليوتيوبر اللي موجودين بفضل الله بيتابعوا الحلقات، ومع ذلك ما فيش واحد منهم حط عنوان لحلقة عندي ورد عليها باستفاضة، ورد عليه باستفاضة. كل اللي بيعملوه يجي لك من داخل الحلقة على دقيقة مثلا، الواحد مثلا وليكن أخطأ فيها مثلا، يجي يمسكها لك يقعد يشنع بيها، يجي مثلا على آية أنت نسيت فيها كلمة مثلا، أو نسيت يعني مثلا قلت ذكرت مثلا آية مثلا مثلا مثال يعني أي خطأ أيا كان، سواء في آية أو يجي يمسك لك عليها ويا عم طب امسك العنوان العريض يعني حد زي اللي دخل لك شاف امبارح أو أول امبارح انت بتتكلم على الاحلام بتاعت الانبياء، رؤيه الانبياء، فراح دخل لك قال لك رؤيه الانبياء يعني مش محققه، او هي رؤيه الانبياء حق ولكن ليست على الحقيقه، ليس كلها على الحقيقه. والمفروض ان انا بتكلم كلام بيتفهم منه كده ان هي رؤيه الانبياء حق ولكن ليست على الحقيقه. بالظبط يعني بالظبط، دي كانت رؤيه، والا يعطينا دليل على انها بالفعل سجدت له، تمام، وان سيدنا ابراهيم بالفعل ذبح. يعني هو لو هي ساجده ازاي؟ حاجه غريبه يعني، انت شكل ساجد جدا غريب، فيمسكوا لك مثلا حاجه زي كده ويجي يقول لك ايه بص وليد اسماعيل. طب ما تكمل الحلقه، طب ما ترد. انا يعني هل من الشيعه محدش سمع حلقه وليد اسماعيل في مساله المقداد وابو ذر واخره، ان هم عرفوا من غدير خم انها ولايه؟ ولا حياه لمن تنادي. طب لما طالبنا باحاديث صحيحه عن الحسين محدش منهم سمع؟ محدش ليه كسر التحدي مثلا؟ وهات لي بالك، كان انت عملت كام الف دولار على، وكان في واحد كان بيتكلم بس الحلقه لما قلنا ده احنا وصلنا ل 17000 دولار ولا مش عارف كام، يعني انت تخيل. وامبارح وبرضه تحديناهم في مساله تشريع، لو هم عندهم تشريع جديد، يعني ايه الفرق ما بين آل البيت والمساله؟ هل في تشريع جديد؟ ما اتى به الصحابه هم اللي اتوا به، يعني ايه الجديد؟ حاجات ونفاق ابو بكر وعمر وعائشه، من هل النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك؟ هل الصحابه؟ يعني كل دي تحديات المفروض على الاقل الشيعة يردوا عليها، لكن ما فيش كله اخرس. يجي لك بقى زي برضو لما ربنا يهديه ويصلح حاله، ده محمد ده المقنع جايب لي ايه، كنت انا في حلقه وبعدين ايه بقول ايه، فمن حاجك فيه، فمن حاجك فيه، هي اصلا تكتب فمن حاجك فيه، فيقول لك بص وليد اخطا. اخطات فين؟ يعني هو مش مفرق اصلا ما بين المد، ان انا اقول ايه فمن حاجك فيه، لكن انا قراتها الحدر ايه فمن حاجك فيه، هل انا كده اخطا؟ ما اخطاتش يعني كده، ده اصلا مش خطا في القران. يقول لك وليد الا فمن حاجك فيه، طب ما هي فمن حاجك فيه. يعني انا قلت له اكتب فمن حاجك فيه،
هكتبها ايه؟ بالالف. تمام. فالله المستعان. هو عايزني بقى ايه؟ اقول ايه؟ فمن حاججك فيه، فمن كده، فاهم؟ الله المستعان. الناس دي والله الواحد مل منهم يا احمد، ناس تعبانين نفسيا. خير ان شاء الله. ده اخر اتصال بقى. حضر حضر، ما حضرش بقى نبقى نشوف عذره ايه بعد كده. مطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1 لارسال ميني كول. خلاص بقى اكتب لهم على المنتدى ان هو ما جاش وخلاص.